جسر مليحة الواقع على مدخل مدينة مودية بمحافظة أبين أحد أهم الجسور الحيوية التي تربط شرق البلاد بغربها. تم تشييد الجسر في ثمانينيات القرن المنصرم بدعم صيني لتعبر من خلاله الشاحنات والمسافرين، كونه يقع على الخط الدولي عدن المكلا. يعد جسر مليحة من الجسور الرابطة بين في خطوط دولية وذو أهمية عالية لما توجب عليه من خدمة اقتصادية للمناطق كافة، سواء من عدن إلى المكلا، حيث يحتوي على وكأنه شريان مغذي لهذه المناطق عامة، حيث هذا الجسر لم يلغى الاهتمام البالغ سواء من السلطات المسؤولة أو من اللجان المجتمعية التي تهتم بنشاطات الدولة ونشاطات الناس من الناحية الاقتصادية، كونه يمثل خدمة اقتصادية للمديريات عامة. يعاني جسر مليحة اليوم من تهالك أجزاء منه ما ينذر بانهياره، وذلك بسبب عدم صيانته منذ تشييده قبل عشرات السنين، إضافة إلى تحول مسار الشاحنات بعد الحرب ليمر معظمها من خلاله. فقد ظهرت مؤخرا تشققات في محيط الجسر باتت تنذر بحدوث ما لا تحمد عقباه، كما تسببت الأمطار بتوسع التشققات فيه. وأما الشاحنات فقد أصبحت تشكل تهديدا آخر لسلامة الجسر جراء تضاعف الحمول وزيادة الضغط عليه. يعاني الجسر من فترة طويلة من تشققات ومن تسربات مائية ومن جرف للسيول للتربة التي كانت تغطي القواعد الهامة التي تحمل هذا الجسر، وتأثر الجسر هذا منذ بداية الحرب بنظرة واضحة، حيث تم نقل الطريق الساحلي إلى هذا نتيجة لتعثر وتقطعات طرقية، سواء يعني عوامل بشرية أو عوامل طبيعية من سيول أو تقطعات من العامل البشري. نناشد أولا السلطة المحلية ونناشد مسؤولين ووزراء وصندوق صيانة الطرق على إيجاد حلول حقيقية وحلول علمية متخصصة، حيث أن الأيدي العاملة المتخصصة تعلم أكثر شيء في إيضاح الإصلاحات وإيضاح الحلول الناجعة السليمة لإصلاح هذا الجسر. ويطالب المواطنين الجهات الحكومية وصندوق صيانة الطرق والجسور بالتدخل العاجل لإنقاذ الجسر وإعادة تأهيله في أسرع وقت ممكن. حيدر أحمد لبرنامج أسبوع البلد أبين.